امتى الحارة بدها ترجع مثل الأول تفتح تكاكينا؟ شايف قديش هالحارة حزنانة؟ ايه والله حزنانة. مرتي فوزية كل يوم تتوحم على شيء وانا ما عم بقدر اجيب لها اياه. شنو دكاكين الحارة كلها مسكرة. امبارح مرتي فوزية توحمت على أكلة ششبرك. قول العجين مقدور عليه، بس معلومك الششبرك بده لحمة ولبن، والتنتين من زمان ما عدنا شفناه. خايف يا سيد عصام هالولد اللي ببطنه يجي نشفان ويابس. شو ها؟ نشفان ويابس؟ ليش عيلتك رح تخلف لك علق فاصولية؟ الله عليك يا سيد عصام، شو حكياتك ظراف؟ كأنه أخوك معتز، ليش هيك مو ظريف مثلك وحكياته حلوين؟ البطن بستان بيجيب أشكال وألوان. هلا أمك لو خلفت لك أخ رح يجي مثلك هيك خنطق منطق؟ أعوذ بالله، شو عم تحكي أنت؟ ما بيطلع فهيم وذكي مثلي. منيح اللي ما جابت لك أخ، لأنه ضربتين على الراس بيجعوا.